حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، ننتقل وياكم إلى الأنشطة اللي تشهدها الدولة، ومن بينها مؤتمر السنوي لشبكة بري ليجل القانونية العالمية اللي انعقد بدورته الثانية اليوم في فندق سانت ريجيس بالدوحة. نعم خالد، أهداف المؤتمر والمشاركون نشوفهم في هذا التقرير. الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور وزير العدل الدكتور حسن لحدان المهندي، استضاف مكتب خالد العطية للاستشارات القانونية المؤتمر السنوي الثاني لشبكة بري ليجال القانونية العالمية. الاجتماع السنوي الثاني لمجموعة بري ليجال العالمية اللي تضم عدد المنضمين لها ما يفوق 150 دولة في العالم، احنا تشرفنا كمكتب خالد العطية ان احنا منضمين لهذا عن دولة قطر. الاجتماع العام الماضي كان عقد في اسطنبول في تركيا، كان في تجاذب من كثير من الدول السنة هذه ان يعقد هذا الاجتماع عندهم، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ان احنا قدرنا ان احنا نجيب الاجتماع هذا ونعقد هذا المؤتمر في قطر. المواضيع هي مواضيع داخلية، التنسيق فيما بين المحامين العالميين، النقاش حول مواكبة التشريعات في هذه الدول، ومدى الاستفادة من الخبرات، كل يستفيد من الآخر. ويؤكد هذا المؤتمر على المكانة الصاعدة التي نالتها الدولة لجهة تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال تسهيل التجارة العالمية والاستثمار وحماية حقوق العمال، ما يوفر فرصا لتعزيز التعاون القانوني وتبادل الآراء في مجالات التجارة والاستثمار العالميين، بالإضافة إلى بناء مناخ من الثقة لرجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية. مشاهدينا الكرام، يشكل ازدهار اللي تشهده بلادنا الحبيبة قطر حافز على الاستثمار يا خالد. نعم يسمي، طبعا أهمية الاستثمار للمتقاعدين وتأسيس المشاريع الصغيرة المنتجة نتابع وياكم من خلال التقرير التالي. منذ تأسيسها عام 2011 تعمل قطر للمشاريع على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، بغية المساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية. واللافت أن قطر للمشاريع التي تقدم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع لم تغفل فئة المتقاعدين بغية تقديم خدماتها وتشجيعهم على الاستثمار، وكانت الشركة قد أطلقت مبادرة خطوة بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، وذلك من خلال تدريبهم ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة. وإثر نجاح ورشة العمل الأولى لمبادرة خطوة وإقبال المتقاعدين على المشاركة فيها، من المنتظر أن تطلق الشركة حزمة ثانية من ورش العمل المخصصة لهذه الفئة لبحث المجالات والموضوعات التي تهم كل متقاعد يرغب في تحقيق طموحه بإنشاء مشروعه الخاص. وتأتي هذه المبادرات من قطر للمشاريع للمتقاعدين في ظل حرصها على تنويع قنوات التواصل مع مختلف الفئات المستهدفة من قبلها والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم وحثهم على خوض غمار ريادة الأعمال. ما
نشكر طبعا مبادره خطوه خالد، يعني هذه المبادره يعني احنا ما وصلنا لهذا لهذه المرحله، لمرحله التقاعد، لكن تو الناس علينا تو الناس، انا وايد تو الناس علي ترى. بس لا تدري خالد، لما تكون انت يعني في شغل في دوامه الشغل صحيح، فجاه يصير ما عندك شيء فاضي. نعم. فحلو انت تستثمر وقتك هذا في مثل ما شفنا مبادره خطوه، هي بالضبط تساعد المتقاعدين على ايجاد مثلا مشاريع صغيره او صحيح متوسطه يدر عليه. نعم. مصدر دخل، مصدر ثاني، دخل ثاني في نفس الوقت يقضي وقته في شيء. نعم. مفيد. بالضبط. احنا دائما يعني اعزائي المشاهدين لو تلاحظون دائما ما نشجع يعني الناس على الاستثمار وعلى الاقتصاد والرأى، وحتى بساعة كان ايضا ضيف يقرا القراءات خالد هذه محمد الاقتصاديه حجي. محمد حجي انه تبين لنا ان الاقتصاد الحمد لله دوامه الاقتصاد والعجله في التطور مستمر. إنكريز. فهذا انكريز، ايوه انكريز. بالضبط. فهذا الشيء يعني جدا مفيد، وايضا يعني حلو انه يكون عندك اكثر من مصدر دخل، انت تتعود ان انت تكون خلاص يكون تكون عقليتك عقليه انسان مستثمر. وايضا يمكن قطر للاستثمار او قطر المشاريع عندهم ايضا من البرامج والورش اللي يقدمونها دائما، وعندهم ايضا من الورش اللي تساعدك ايضا ان انت تفتح في دراسه الجدوى. يمكن يكون هذا الشيء صعب ان انت تبي تدرس تسوي دراسه جدوى لمشروع معين، يكون صعب. في من يساعدك على في من يساعدك، في من يدعمك، في من يشرف عليك ماديا. نعم. في من يعني بالضبط. الحمد لله المناخ المناخ في دولة قطر متوفر. نعم. لمثل هذه المشاريع. نعم. وخش قرشك الابيض حق شنو؟ يومك الاسود. يومك الاسود. الاستثمار جدا مهم. نعم. نروح موضوع ثاني، توكل على الله. انزين. نظم مركز شباب ذخيره مساء امس بطوله ذخيره للسوني بمشاركه العديد من الشباب في المنطقه من هواة الالعاب الالكترونيه. للعام الثاني على التوالي يحتضن مركز شباب الذخيرة بطولة السوني، حيث تجمع هذه النهائيات 20 لاعبا يتنافسون في لعبة كرة القدم من أجل نيل أحد المراكز الثلاث الأولى والفوز بجوائز نقدية قيمة. نحن في مركز شباب الذخيرة نقيم البطولة هذه للمرة الأولى على مستوى قطر، هي بطولة الذخيرة للسوني متخصصة في الفيفا 2014، لأن الشباب الحين في الوقت الحالي متجهين للرياضة بشكل جيد وإقبالهم للرياضة بشكل جيد، وإحنا حبينا نحط هذه الفكرة أن إحنا نجذب الشباب فيها ونخليهم مثل ما يقول يواكبون ويعرفون الرياضة من 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 الصغر. احنا اليوم قلنا بنسوي فكره ان نسوي لعبه اكثر لعبه منتشره بين الاطفال والشباب، فهي اللعبه فيفا 14 اللي هي كره قدم، اجدد لعبه فيها، هي حق الكبار وحق الصغار، هي على حسب موهبتك يعني. فشلون الحين احنا سوينا مسابقه ان دوري مثل دوري، كل واحد يختار فريقه ويلعب. ويهدف مركز شباب الذخيرة من خلال هذه الأنشطة إلى تنمية مواهب الشباب والأطفال حول هواياتهم المفضلة، وخلق فضاء يجمع أبناء المنطقة لممارسة العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. شفنا مشاهدينا الكرام تقريبا عن مركز شباب الذخيره، يمكن منظمين خالد بطولات السوني، لكن انا بتكلم عن مركز شباب الذخيره نفسه. نعم. مركز نشط ما شاء الله، والله الامانه نبي نشكرهم جد وايد نشطين ما شاء الله. نعم. تبارك الرحمن السوني. والله انا ما اعرف حق السوني، انا اعرف حق الجيم بوي. ايه والاتاري. الاتاري الاتاري والله نقل طيبين. والكيرم. انا الله يسلمك السوني ما اعرف لها صراحه، وخصوصا كره القدم. ولحقت على تاري، هاي الدبابه هاي الدش اللي تقعد تاكل واللي تقعد تفجر الصاروخ. ايه لما توصل هذه لحقت عليها، لكن السوني انا لعبت مع واحد من الصغار كره قدم الحين ولا لا تو يعني من فتره يعني. انا قلت بغلبه شعرفه يعني، حتى لو ما عندي خلف هي مهاره، هي مهاره والله، يمكن صكني 10-0 ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله الحمد لله انك ما تمثل فريق. لا الحمد لله من عقبها هونت قمت ما العب. الله كريم ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين احنا ايضا يعني نحب نشكر مركز شباب الذخيره وكل المراكز الثانيه اللي فعلا دائما تحاول يعني تبذل الجهود الحثيثه، يعني تحاول ان
تستثمر يعني هذه الأوقات بما يفيدهم. يعني خلوا الألعاب هذه على جنب، ولكن هم عندهم أيضا أنشطة بدنية وأنشطة دائما يقومون. نعم، وإحنا بعد بدورنا خالد قناة الريان نسلط الضوء على أي مركز شباب يبي يظهر النشاطات اللي عنده. صحيح. إذا نختم، توكل على الله. وصلنا، المخرج يقول وصلنا. إذا وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليوم ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل ترحيب من خلال المشاركة عن طريق تويتر هاشتاج برنامج ترحيب. نعم، أو عبر الانستغرام يا خالد. أعزائي المشاهدين، الريان تي في نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وتمسون على خير. في أمان الله.